هاي كيكرز الصراحة مني جاء. السلام عليكم. المهم أنا اليوم دوني ناش مرقاد وشادة عندي حزن أقوى شيء. ونقول الأول معي زايد أبدي بروحي و أحرق وغشني من ما أرتضي بالشين وضاع الربع فيه من حين جافيته. المهم أهم شيء الأخلاق والحياة كورة. والله كريم وتسمعون بعد مرة اسمع اسمع يخرب بيت.